الباحث الدكتور مصطفى أبو الريش. دكتور مصطفى تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الأساتذة والدكاترة الكرام، الزملاء والزميلات الأعزاء، السيدات والسادة الحضور، يسرني ويشرفني أن أقف اليوم أمامكم وأنا أحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، وأشكر جميع القائمين على هذا الحفل الكريم. اليوم أصبح الحلم حقيقة، اليوم أصبح الحلم واقع. الحمد لله تحقق بفضل الله ثم بفضل الفرصة التي أتيحت لنا من مؤسسة جيت التابعة للمعهد البريطاني للاقتصاد والعلوم السياسية، من خلال منهجية التعليم عن بعد التي كانت منظمة بشكل متميز، والجدول الزمني للمحاضرات كان سهل ومناسب لظروف جميع الدارسين. والحقيقة أشكر كل الأساتذة والدكاترة والعاملين في هذه المؤسسة الذين أبدا لم يبخلوا علينا بأي مساعدة طوال فترة الدراسة التي استفدت منها كثيرا، والأهم أنني على المستوى الشخصي والمهني استطعت تطبيقها في مجال إدارة مشاريع نظم المعلومات. واليوم نحتفل جميعا بجني ثمار هذا الجهد، وأحب أن أهنئ نفسي وزملائي وزوجتي وأولادي ووالدتي ووالدي رحمه الله بهذه اللحظة التي طالما انتظرناها بكل الفرحة والسرور والأمل في غد أفضل نستطيع أن ننفع بها مجتمعاتنا وأن نثري العمل والمجال العلمي والعملي من خلال ما تعلمناه من هذه التجربة الدراسية. وفي نهاية كلمتي أتمنى لجميع الزملاء والزميلات التوفيق والنجاح في مستقبل مشرق نسطره بخطوط من نور وعزيمة وإصرار على النجاح المستمر، سائلين المولى عز وجل أن يحفظنا وأحبابنا وأهلنا وأن ينفع بنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودوما نكون مصدر فخر واعتزاز لبلداننا، وأن نترك بصمة وعلم نافع يستفيد منه كل من يعرفنا ويدعو لنا، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حيث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.